أحسن الله إليكم. المرسل علي أحمد من جدة يقول: أريد أن أحج عن والدي أو أجهز من يحج عنهما، فما المشروع لي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان والداك ميتين فلا بأس أن تحج عنهما أو أن توكل من يحج عنهما لجواز النيابة في هذه الحالة عن الميت. وكذلك إذا كان والداك حيين ولكن لا يستطيعان الحج لمرض أو هرم، مرض لا يرجى برؤه أو هرم، وهما لم يؤديا فريضة الإسلام، فلا بأس أن تحج عنهما أو أن توكل من يحج عنهما في هذه الحالة. نعم.